بين زراعة الحبوب والبذور وزراعة الألغام المتفجرة، نقف على مفترق طرق بين الحياة والموت. مفترق طرق يختزله هذا المشهد هنا في أحد مناطق بروفاري المتاخمة للعاصمة الأوكرانية كييف، في أوج الهجوم الروسي على أوكرانيا. ألغام من كل الأحجام والأنواع تهدد أمن المزارعين الأوكرانيين، وإزالتها أمر ليس يسيرا. بعد مرور 4 أشهر من الحرب، فإن إزالة هذه الألغام تستغرق منا على الأقل 3 سنوات. عملية صعبة وشاقة يغامر فيها مزيل الألغام بحياتهم، لكنه واجبهم. هنا يشرح هذا الضابط الأوكراني لوسائل الإعلام مختلف أنواع الصواريخ التي تهاطلت على المحاصيل الزراعية، ناهيك بالألغام التي لا يمكن التنبؤ بعددها ومخاطرها على الإنسان والطبيعة. نقوم الآن بإزالة الألغام من المناطق التي تلوثت بها، كما تعمل معنا وحدات خدمة حالات الطوارئ والشرطة، وكذلك شركاء غربيون. مهمة تفجير الألغام في حقول الحبوب لم تكن في أجندة عسكر أوكرانيا، ما استوجب استنفار كل القوات العسكرية بمختلف وحداتها لتحييد الألغام أو لتأمينها على الأقل. في هذا السياق الحربي المستمر لا يستبشر المزارعون الأوكرانيون خيرا. زرعوا نحو 6.5 مليون هكتار من القمح، لكن المساحة القابلة للحصاد لن تزيد على 4 ملايين أو ربما تقل عنها، وذلك بسبب الألغام التي زرعتها القوات الروسية في كل مكان. في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن أزمة غذائية تهدد العالم جراء حرب روسيا على أوكرانيا، تبقى هذه الحقول هنا في محيط العاصمة الأوكرانية كييف المزروعة بشتى أنواع الحبوب أسيرة ألغام زرعتها القوات الروسية، ريثما يتم تفكيكها بالكامل. مهمة صعبة وخطيرة ومعقدة قد تستغرق سنين طويلة. شوقي أمين، العربي، من العاصمة الأوكرانية كييف.